ما في احتمال يعني انه انا وصلت له لابنك وحابب بشرك، ولا هي مو معتبرتيها بشاره مثلا؟ بشاره؟ شو يعني وصلت له؟ شو رايك بلا لف ودوران؟ اه ما بعرف مين هلا اللي عم بلف ويدور. شوفي حياة، انا رح حاكيك دوري. انا قلبت الموضوع براسي، اخذته وجبته، ما نعرف معي. يعني ما معقول هذا الولد هيك اللي طلع لي فجأة بعد كل سنين انه شو جاي يدور علي، بده يوصل لي، بده يشوفني. معقول بده يشوف ابوه قبل ما يشوف امه، قبل ما يلاقيها يجتمع معها يحكي هو وياها؟ ولا لما توصل له تبقى اساله ليجرب يدور عليك وما جرب يسأل عن امه؟ هذا الحكي بيكون ظابط اذا انا مصدق مثلا ولا مهتم؟ شو يعني؟ يعني في شيء بهي القصة مو ظابط، ما عم يركب معي. هل هذا الولد بيظهر فجأة بعد كل هذا العمر بده ياني وبده يشوفني مشان شو؟ اه؟ ليش ما يحاول يشوفك إلك بالأول؟ هذا إذا كان في ولد أصلا. ها؟ إذا ما كل القصة هي أنت مخترعتيها ومركبتيها مشان شو؟ شو بدي منك بعد كل هالسنين؟ لو كنت طمعاني بشي ما انت هون بلبنان من زمان، ولو كنت بدي انتقم كنت رحت عند مرتك وخبرتها. رحتي لعند مرتي؟ حلو. شو حتقولي لها والله؟ حتقولي لها لعب بعقلي، غرر فيني، ضحك علي، طلبني للزواج وهرب، سافر وتركني لحالي، ولما عرف اني حامل منه ما قال لي ارجع لعنده او روح لعنده، قال لي سقط الولد. يا حرام. شو الحكي؟ فعلا فيلم حلو. وليش ما تكون بالله هي قصة الحمل كلها على بعضها كذبة بس مشان تربطيني فيكي وتخليني هون وما تخليني سافر؟ ان شاء الله مفكرتيني انه مصدق قصة انه منير واقف جنبك ومساعدك. منير ما بيدخل حاله بهي قصص. هلأ بدك تقنعني إنك ما استفسرت عن الموضوع وتأكدت إنه كل التفاصيل اللي خبرتك إياها مزبوطة؟ بعدين حتى لو كان الولد موجود شو بيثبت لي إنه هذا ابني؟ ليش ما يكون أبو الولد الحقيقي وقف جنبك وساعدك لبي ما ولدتي، وحضرتك عملتي لي كل هي الطرنة مشان ترجعي وتلبسيني إياها مرة تانية؟ لبسك إياها؟ تعرف شو؟ السنين لفت ودارت وانت سافرت ورجعت وبعدك على وسختك، مش بس هيك صرت اوسخ بكتير سامي بيك.